السلام عليكم. إشارة آسف، تأخرت، راح وجاء، تذكرت. تعليم، توعية. كلمة سر أو كلمة مرور. رأي. شقة. ظن بالحروف الأبجدية. ظن. جديد، رائع، سهل، صعب، خدمة اللي هي وحيدة، خدمة اللي هي وحيدة أو الخدمات، كهرب، شاحن الجوال، الشاحن اللابتوب. بعدين نمشي على الأمل اللي هي النظرة المستقبلية، الأمل والقدرة اللي تأشر على نفسك، بعدين النجاح القدرة، بعدين القلب هذا الوفاء، الوفاء. طبعا في شيء واحد اللي هي الخدمة، هذا طبعا خادم البيت، الخدامة يعني، أو خادم السائق. هي كلمة خادم أو خدمات كذا، الخدامة يعني، أو خادم السائق. هي كلمة خادم أو خدمات كذا، فقط تقول خدمات حكومية وأشياء متنوعة. وأخيرا شكرا.